واش الدراري، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. فاخوش كنتمنى تكونوا كاملين مزيان وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا. وكيف العاده الدراري، قبل ما ندير الفيديو ما تنساش تخلي معك لايك، وما تنساوش الدراري بالي كومنت ديالكم، ولا ما كنتيش ابوني اش كتسنى، فرقع معك داك سبسكرايب وخلينا ندوز الفيديو. سو الدراري، الفيديو ديال اليوم هو كيفاش تبدل الكورسر ديال الماوس ديالك اولا مؤشر الفاره، تبدل لي شكل من الشكل العادي لاي شكل، ماشي بحال هذا الشكل اللي عندي ولا الشكل اللي كنتو كتشوفوه في. وكاين بزاف ديال الاشكال الدراري غادي تشوفوهم معنا في هذا الفيديو هذا. وقبل ما ننسى الدراري، نهار السبت يقدر يكون لايف على حسابي، الا كانوا الدراري بزاف نقدروا نديروا شي لايف نزاوا في الروماج بهذا الشكل الدراري. سو خوت اللي يقدر يجي نهار السبت في الليل، راه نخليكم بالديسكورد الدراري، كلشي هبط للديسكورد، راه نخليكم ليا ديروا في الديسكريبشن. كلشي بغى يدخل الديسكورد، راه تكون شي حاجه تما الهربه الا بغيتو الدراري. الا ما كانوش الدراري راه ما غنديروش، طبيعي الحال حيت ما كاينش الدراري بزاف. الا كانوا الدراري راه غادي نقدر نديرو لايف ونخلقوها تمايا، كاين الرومات الدراري، كاين كلشي، خاصكم تجيو. سو الدراري، هذا هو الملف ديالنا، نخليكم ليا ديرو في الديسكريبشن كيف العاده. هادو لي فك الضغط بهذا الشكل هذا اكسترا ايسي، نخرج لواحد الملف بهذا الشكل هذا، غادي ندخلو ليه وغادي نلقاو هنا بزاف ديال الاشكال ديال لي ماوس. عشان نختار اي واحد مثلا هاد، مثلا هاد الشكل هذا، غتجي غتبرك هنايا وغتبرك كليك طرواش وغدير انستول بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا انستول، غدير انستول وغدير يس. تو بالطريقه هادي راه انستال في البي سي، خاصنا دابا نمشيو لاكشيبي. غادي نجيو مثلا نجيو للكونترول بانل بهذا الشكل هذا، ونجيو هنا السمول ايكون، وغنجيو للماوس بهذه الطريقة هادي، وغنجيو هنا الخيار تاني غادي بوينت، غادي نجيو غادي نبركو فينا هو، ها هو هاد الكيرسور هدا، كيما كتشوفو الخوت، بلاش هو هدا، غنوريكم، هيك هو هدا، هدا هو هدا، كدير ليه مثلا ابولي بهذا الشكل هدا، يس، ها هو شتي كيفاش رجع بهذه الطريقة. غنمشيو عاوتاني نجربو شي واحد آخر، مثلا جات في هذا، باغي شي واحد كيبان مزيان، فهمتي، مثلا فين هو ديك اللي كان عندي انا في الاول، هاو هذا هو اللي كنت ندير انا في الاول. غنجي ندير هنا انستول بهذه الطريقه هذه، غندير يس، غادي نمشي للماوس بروبرتيز وغادي نمشي وغادي نقلب عليه ولا شي، خاصني دابا نخرج ونعاود ندخل، غنمشي دابا الكونترول بان عاوتاني وغنمشي للماوس وغادي نجي غادي نلقاو هنا فير، هو زعما هو الخضر، هو شي دير ابل غدير يس وغدير اوكي. هي طريقه سهله الدراري، مثلا غنجي نعاودو نجربو عاوتاني شي واحد اخر، مركي بزاف هنايا هادو بالالوان وداكشي، نمشي غنمشي نقلبو مثلا بلو، نديرو هاد البلو هذا، فوالا نديرو هدا، غنديرو هكا وغنديرو انستول يس. هذا دخلنا نيشان اصلا لهذا، فوالا كما كتشوفوا الخوت هو هذا، ندير اوكي اوكي بهذا الشكل هذا، او اصلا اي سهله بهذه الطريقه الدراري، ايزي بلا تعقيدات ولا شي حاجه. نمشيو باش نشوفوا النيو ماك او اس، كيفاش دير هذا ديال الماك، ها هو الطريقه هذه الدراري. هذا فيه بزاف، هذا شوفوا هذا، نديرو انستول ريمبو يس، ونمشيو للكونترول بانر ماوس هو هذا، غنديرو لي ابولي بهذا الشكل هذا، ها هو الشكل ديال الماوس، الشكل ديال الماك. الدراري طريقة بسيطة، وفيها كاين بزاف ديال الأنواع، الناس تبغي يختارو، الناس بزاف لي باغي يختارو هنايا. شوف ماعرفتش فين هذا لي كدير أنايا، غندير أنا هذا، عجبني هذا غنديرو، نمشي لكونترول بانل وغادي ندير مثلا هنايا سمول ايكون ماوس، غوجو غوجو شي بالصبليونية برتغالية هادشي والله، المهم
نديرو هادشي اب ولي يس اوكي اوكي ما كتشوفو الخوت هذا هو الشكل ديالنا طريقه سهله بزاف صافي الخوت هادشي اللي كان في هذا الفيديو الا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي معاك لايك وسبسكرايب الا ما كنتيش نديرها وتنساش تخلي معاك شي كومنت والفيديو والاراء ديالكم في الفيديوهات الجايه شنو بغيت ندير لكم في الفيديوهات الجايه وما تنساوش الدراري الديسكورد غدا يقدر يكون لايف على حساب الاراء ديالكم نتوما الدراري سواء ديال تلقوا فيديو جديد.